تحية لكل مشاهدي موقع الفن. نحن اليوم موجودين مثل ما عم بتشوفوا بأتوليه المصمم بسام نعمة يلي تعاون بالسابق مع الممثلة نادين نسيب نجيم، وثابت انه اليوم حلقتنا عنا من بعد ما وصلنا رسائل كتير من جمهور الكبير يلي طلب انه نخصص لها حلقة. فاليوم رح نحكي عن ستايل نادين من وقت ما انتخبت ملكة جمال لبنان حتى هلأ لما صارت نجمة بالدراما. تعتبر الممثلة نادين نسيب نجيم من أكثر النجمات يلي بأثروا بإطلالاتهم على الصبايا، وكتار بتابعوها وبقلدوها، أولاً لأنها حلوة، وثانياً لأنها ناجحة وصاحبة جماهيرية كبيرة كتير. أكثر إطلالات لنادين نسيب نجيم بتلفت الأنظار هي يلي بتطل فيهم بمناسبات أو حفلات أو مهرجانات. واللافت بكل هالإطلالات إنه نادين بتحب كتير الأقمشة البراقة أو الجليتري، وهن بيلبقوا لها خصوصي لبشرتها وسمارة، لهيك الصبية السمرة اختاري هالنوع من الأقمشة. ما عندها نادين قصة معينة مفضلة، بتلبس الواسع والضيق، القصير والطويل، وما عندها لون محدد بفساتين السهرات، بس بتعطي أهمية كبيرة للقماش، واضح انها بتحب القطع المميزة يلي بتبرق خصوص اللون الذهبي. نادين بتحب البساطة كمان، وبتحب الفساتين يلي فيهم لمسة غريبة او قصة جديدة وقماش تقيل من الحرير مثلا، ولانه بتتمتع بجمال ورشاقة ممكن اي قطعة تبين حلوة عليها، بس بتنتبه كتير منيح انه الفستان البسيط تضيف عليه اكسسوارات او تغير بمكياجة او شعرة كرمال ما تكون الاطلالة مملة، لانه في فرق كتير كبير بين الاطلالة البسيطة والاطلالة المملة. وأوقات التغيير ما بيكون بالقصة بل باللون، لأنه نادين عندها الجرأة تلبس الأصفر أو الفوشيا أو الأحمر، ما بتحب التكرار من هالناحية، كل إطلالة إلها مدروسة بشكل كبير. لهيك إذا منلاحظ على صفحتها عندها صور لإطلالاتها بالمهرجانات والحفلات أكثر من إطلالات كاجوال. وصحيح أنه نادين شخص كتير عفوي، بس بنفس الوقت هي جدية بعملها والتزاماتها، وهالموضوع بيظهر عليها من ناحية الستايل، فمنلاحظ انها مش بعيدة عن الكلاسيكي، وبتلبس كتير بليزر وتنانير او بليزر وبنطلون. وهون فينا نتعلم منها شي كتير مهم، انه ممكن تختاري اطلالة كلاسيكية ولكن ما تبيني اكبر من عمرك، يعني اذا لابسة تيار اختاري لون جريء او قصة مختلفة للبليزر، او زيدي حزام او اكسسوارات بيعطوا حياة للوك، لانه مين قال انه الاطلالات الكلاسيكية هي بس لسيدات الاعمال او للكبار بالسن؟ بالكاجوال اسهل شي تستوحوا من نادين، لانه منا كتير متفلسفة بهالموضوع، وعفويتها واضحة بستايلها كمان، ومثل اي صبية بتلبس جينز وتوب بيزك بتكون على طبيعتها ومرتاحة، لانه الفنانة او الممثلة بشغلة تضطر انها تكون بمعظم الاوقات لابسة فساتين وحاطة كتير ميك اب، لهيك باوقات الفراغ بتحب انه ترتاح بالتيابة، ومش شرط انك تكوني على طول لابسة كعب وفساتين لتلفت الانظار، ممكن حتى بإطلالة مرتبة وسبورشيك تخطفي كل الانتباه. بتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم، بشكركن على حسن المتابعة، بنلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد.